في بداية الحرب على عفرين توقف المشفى تقريبا شي شهرين، حاولنا نبدأ العمل بالمشفى. المشفى صار يعني كمان منكوب صراحة، يعني في أغراض كتير منه طلعت وفي أغراض خربت يعني، وفي بالأصل يعني نحن عنا المشفى أغراضه يعني قديمة كلها. فبدأنا بداية بطيئة شوي وضعيفة لبين ما وقفنا على حالنا، ومع ذلك حاليا صعوبة توفير الأدوية، صعوبة يعني شغلات الطاقة، يعني الطاقة أهم شيء نحن هلا عم نعاني منها، هي المازوت والمولدات والشغلات الثانية، كمان توفير الكوادر كمان في صعوبة، توفير المستهلكات كمان في صعوبة. يعني حاليا عدد السكان الزايد في المنطقة كمان عم بيخلي انه يصير عندنا نقص وما عم نقدر نلبي حاجات كل هالناس هي. المشفى مشفى عام، يعني فيه من النسائية والجراحة العظمية والجراحة العامة والداخلية القلبية، وعندنا جناح خاص بالقلبية يعني عناية مشددة، في مخبر، فيه أشعة، فيه كافة الخدمات تقريبا، ما عدا النسائية حاليا ما عم نحط ايدنا عليها كثير، مع الأطفال في صعوبة بتأمين هالشغلات هي، بما أنه مفرغين حالنا لبعض الشغلات الثانية اللي ذكرناها.